وقاعد وسط الطريق وفرد ريشه زي ما يكون ذكر رومي والناس تحت رجليه. دون هو عامل زي ما يكون زي ما يكون العجم بس على واطي. ايه حكايه الواد ده؟ جرايه يا شيخ يسري، هتعدي جاري كده من غير ما تسلم؟ اهلا وسهلا. ما يصحش يا خلدون تقعد كده وسط الطريق، لا من الدين ولا من الادب ولا من الذوق. يا كل ده، لكن يصح انك تعمل اعمال للحرير وتقعد معاهم. ما بتحسك انت دبيت؟ اصل انا بشوف يا شيخ يسري وشفتك في المنام انت قاعد معاهم وعارفهم واحده واحده بالاسم، ومش بس بشوفه وبسمع كمان. وسمعت كلام. عاوز ايه؟ الادب. الادب يا يسري، تعرف مجامك وتعرف مجامي، تطاطي لمولانا خلدون. مولانا خلدون؟ ايه، ما استاهلش يا يسري ولا ايه؟ مرحبا مولانا خلدون. اقعد اقعد اقعد. سمع الناس. سمعهم ايه؟ اصل انا بتكسف والناس عاوزة تسمع. تسمع ايه؟ ازاي قدرت امشي عرفات من البلد هو وشواطين؟ انت؟ ايوه. والمرة دي عايزك تحكي الحكاية الاصلية وقت الكسوف خلاص راح، والناس عاوزة تسمع بس على لسانك. كيف قدرت انجي البلد كلها من عرفات وشواطين وحكي حكاية؟ مدد مدد يا شيخ خلدون. احكي يا شيخ يسري. شفته بعيني. الله. الشيخ خلدون واقف على البحر وعيدي على عرفات. الناس اللي قتلتها كلها دي هعمل فيها ايه؟ مالك يا غاشي؟ ايه اللي غير حالك؟ خبر ايه يا ريس غاشي؟ قاعد مع روحك ولا هتؤمر بشغل ولا هتعمل حاجه؟ مفيش غايه ولا مزاج. طب وايه اللي جد يا كبيرنا؟ حالك ده. ربنا يروق حالك. بس احنا كمان يا ريس يعني حمادي مش اكتر. حمادي انتوا كمان ايه؟ قول. قاعدين يا ريس كده في الجبل، لا شغله ولا مشغله. خلاص، همل الجبل وهملنا لكمان. يا ابوي عليك يا ريس غاشي، ما كانتش كلمه وفلتت منه. هتقف على الكلمه يا ريس؟ يملك لسانه. محدش فينا قد الحساب في المحاسبة. محدش فينا قد الحساب يا رب.